هاي بيوتي از ان ذا اي اوف ذا بيهولدر. يعني اذا انت شفت شيء حلو وجاء واحد قال لك لا والله هذا ما حلو شفت بيه، فتقول له يا عيني كل واحد يشوف بعينه، او الجمال هو موضوع نسبي، فاللي انا اشوفه حلو مو شرط انت تشوف ايضا حلو. اعتقد هذا قريب من القرد بعين امه غزال.